احنا موجودين النهاردة في الرباط عاصمة المملكة المغربية الشقيقة. معانا يعني زي ما بقول كده من ريحة الحبايب السيد روحي فتوح رئيس البرلمان الفلسطيني. العالم كله واحنا ما عندناش الا هذه القضية. اللي بيحصل في البرلمان النهاردة على مدار يومين بيؤكد اللي انا بقول لحضراتكم عليه، القضية الفلسطينية. صوت العالم كله النهاردة فلسطين، وكله رايح لحل الدولتين. عايزين دولة، بدنا زي ما بنقولها كده اخواتنا فلسطين، بدنا دولة، بدنا دولة ليها حدود، والارض موجودة بس عايزين حدود. تحياتي لحضرتك، متشرف بوجود حضرتك معانا. الله يخليك اخي احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. بالحقيقة كان الاجتماع يعني زي ما بقولوا انا خدت شحنة من الامل والتفاؤل للموقف الجامع لكل أعضاء الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط، سواء رئيس البرلمان الزميل والأخ رشيد الطالب العلمي، وكذلك حتى نائبه الأخ أنجيل مارك، وكذلك الأخ محمد أبو العنين. يعني محمد أبو العنين اليوم الأخ والزميل والصديق ألقى كلمة حقيقة في منتهى الروعة، كلمة فلسطينية بامتياز، كلمة عربية بامتياز، كلمة عالمية بامتياز، عبر فيها فعلا عن كل مكنونات ما يدور في قلوب الشعب العربي والشعب الفلسطيني. كانت كلمة رائعة بمعنى بكل معانيها حقيقة، وهي جدية وجادة، وطالب المجتمع الدولي بأن يكون هناك فعلا موقف جاد من المجتمع الدولي، وأن يقرن الأقوال بالأفعال. نحن نطالب بحل الدولتين، نطالب بإقامة الدولة الفلسطينية، نطالب بوقف الحرب، نطالب. وحذر أخي أبو العنين من قضية رفح وقضية الهجوم على رفح، وأن مصر تقف بصلابة ضد التهجير القسري للفلسطينيين لأرض مصر، وفي نفس الوقت شعبنا الفلسطيني كذلك يقف بصلابة ضد هذا التهجير. احنا واخدين موقف، والرئيس عبد الفتاح السيسي مبكرا مسألة التهجير نهائيا، وحضرتك عارف طبعا الإغراءات والعروض وغيرها. يعني أولا احنا كتير فخورين بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض أولا للعدوان، وثانيا للتهجير القسري. ومصر فعلا تقف بصلابة في منع الهجرة الفلسطينية، لأنها تكون نكبة جديدة حقيقة، وهذه النكبة لا نستطيع، لا يستطيع أحد أن يتحملها. وأنا أعتقد إذا غامرت إسرائيل وغامر نتنياهو وقام بهذه العملية، لن تكون هناك اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل، فبالتالي سيعيد المنطقة إلى المربع الأول، مربع الحروب والعنف والدائرة التي نرفضها نحن جميعا، مصر ونحن في فلسطين والمجتمع الدولي. لذلك نقول أن عملية الضغط على شعبنا الفلسطيني وتهجيره إلى الأراضي المصرية هذا مرفوض تماما، لأن الخطوة التي تليها ستكون تهجير أيضا شعبنا في القدس وفي الضفة الغربية إلى الأردن. من هنا يجب أن يكون فعلا موقف عربي جامع صامت داعم للفلسطينيين في صمودهم فوق أرضهم. لذلك نقول ما جرى في هذا البرلمان حقيقة، كل الوفود للداخل التي يعني جميعها صوتت بشكل عظيم وكبير جدا إلى وقف الحرب أولا، اثنين تحقيق حلم الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية، رفضهم لكل أنواع الضم والاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة بسحب القوات الإسرائيلية فورا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء كان في قطاع غزة الآن، ووقف نهائي ومستدام للحرب، وإيصال كل أنواع المساعدات لأهلنا في قطاع غزة من مواد تموينية لعلاج لكهرباء لمية لكل هذه القضايا، وفي نفس الوقت كذلك الانسحاب من الضفة الغربية والشروع فورا بعقد مؤتمر دولي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية. والبيان الختامي للجمعية البرلمانية من أجل المتوسط حقيقة كان واضح بهذا الاتجاه، وفي نفس الوقت حتى بيان اللجنة السياسية التي حافظت فيها على مدينة القدس والوضع التاريخي للمدينة القدس والوصاية الهاشمية لمدينة القدس، كل هذه الأشياء ذكرت في البيان وفي تقرير اللجنة السياسية وفي بيان اللجنة السياسية. كل المرتاحين، حضرتك مرتاح عن النتائج اللي حصلت عن الناس والمداخلات وكلمات الوفود كلها؟ حكيت لك قبل اللقاء، قلت لك ما كنتش متوقع انه بهذه الأهمية هذا البرلمان. انا مرتاح جدا حقيقة، ومرتاح اكثر من موقف مصر، ومرتاح ايضا من موقف المغرب، ومرتاح ايضا من موقف كل الوفود، خاصة كما شاهدنا رئيس البرلمان في لوكسمبورغ كلمته العظيمة مع الشعب الفلسطيني،
كل البرلمانات كان موقفها عظيم. لذلك احنا فعلا نتقدم بالشكر لاخوتنا في البرلمان المغربي، ومن خلالهم ايضا بنبعث تحياتنا لجلالة الملك محمد السادس وللحكومة المغربية وللشعب المغربي الشقيق، وايضا من خلالك ومن خلال تلفزيون صدى البلد تحياتنا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفه الداعم والصلب في مواجهة هذا العدوان، والداعم لمنظمة التحرير للمماثل الشرعي والوحيد. وايضا بشكر الاخ محمد ابو العنين على موقفه الرائع في هذا الاجتماع. حضرتك عارف انه مصر اتعرض عليها. نعم نعم انا بعرف كل نعم بعرف كل الاغراءات اللي قدمت لمصر ورفضتها، لان في موقف مبدئي في مصر واحنا بنحييها على هذا الموقف.